السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكتن داود يالملك السجوكتن هالكن ومقالة مدوكة شهد دوكسي قرآن كريم كالغو برطيس المركان أوبد سوماليات أو دا يرسقير أقار كودنا دانير انت بضن أهدد كي حولي كسو دمادين وإهل كود آن انت بضن حبه السنين دوكسي كان مدوسي ديد بلوضة كهر يعني جيت كان أبقى أما قرع عقفسو يقان هستيسة أو إيماني أما أنكو صوب بغضي بشي لباد أسنة كان تسيدة مانها يلا بكرو يسديد طبنك ماني كانو ماني دوكسي كان شاق وحيش يغي إن مدشر يتبصنا جيت كهستيسة أو أن حر يقبو منا لهين وعرورت كرام كألا أما قرآن ككبر هاي إسلام مركانا دبايش قرع هذا قرائل كعير عيدة يبارك أي لدى يعني ينتاس أو أي سن إدنا أغمعينين كدب مقالك يمقالك دوكسيغان او براها بلشادة صور ديغني قار كميدة ومادة صوماليات باكسو جوابتي اسلا اسبوعي بشي لباد سنات كان وحاق لباقل او جينغات كور احوصنا ريس اكادسي فالليرة الشيخ عبدالله او كميدة علماء صوماليات مغالاة نيروبي اسلا مركانا دروس تكبيحيسا الى حد عدك قول كوغوي بريستايفل كدب مدو لح بلاوضي كود ديغان هيين ايوغو كار رايستي هوري فلله الحمد انت كدب ميد كميدا محسنين الصوماليات قرباح كنول باحال كان اماضي او اركي او واغا مقال كاسي اركي وحونا حدك لغاد ديغي لباقل او كوري هوس لغاح او اادر اكتان قريغان قروح ذا بادن عرورتا اي معلن كون اي هوس كقبوغ ينا عودة كالدوان ان حريستا بادن aysan wali ka dhargin gudahaanba umada Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii ka soo jawaabtay codsiga iyo cabashada umadan quraanka baranaysa iyo macallinkooda waan ku faraxsanahay in aad baan u faraxsanahay shakhsiyan in muddo ku dhawaad 7 bilood kadib aan dugsigii oo dhagax akor iyo hoos ah ay caruurtu runtii aad u faraxsan yihiin oo طبيشي يقرح ذي يعدعتي يطيعي كل دون أي كم مقضي الله غرست فلله الحمد مسلمين الصوماليين تاسو حي دليل وطاي تقصني ماذا يو ماركتي وحسك ترك يقعد هذا ذا هدي يا كان عدي من العيد كسر وكسر غيب غلا تارين تنو حالنا آديات بدو ما سند فرحات بيتاي إن عرورتي أو أنت كتر بدن أو فرحسن ولي ما أنتو حليش شيء إن أنتو هذا بدن فصح هذين أو بديها هذين أو ما دامو سكولد الحري أي هوليدي كلا هذين balse wari ay caruur badan joogto oo aad u daayar kalaam kalena baranayso madda Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan leenahay mar kale waa walaalkeen wariye Soomaaliyeed Maxamed Baarood Hussein